بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا شنو هما لي بري ريكي جلوبال نتاع اوراكل او لا نتاع لانستالاسيون ديال اوراكل. بمعنى اخر انا كاين عندي اون ماشين او لا بغيت نانستالي اوراكل، اشنو هما الحوايج اللي غادي يخصوني في وسط لا ماشين باش نانستالي اوراكل؟ لي جون ديال اوراكل كيحددوا دي شوز خصهم يكونوا في وسط لا ماشين باش يتانستالا اوراكل. اذا هذا هو لوبجيكتيف ديالنا في وسط هاد لا سيونس. الوغ اول حاجه اللي خصها تكون عندي في وسط لا ماشين اللي هو سيستيم ديكسبلواتاسيون. سيستيم ديكسبلواتاسيون وهاد سيستيم ديكسبلواتاسيون خصني نعرف جوج ديال لي زانفورماسيون ديالو اللي هما لا فيرسيون او لا لو تيب ديال سيستيم، واش لينكس او لا يونكس او لا ويندوز او لا ماك او اس الى اخره. يعني خص تكون واحد لا ماشين انستالي فيها ان سيستيم ديكسبلواتاسيون. هذه الحاجه الاولانيه، علما انه اوراكل كيف ما شفنا في الدروس الاولى انه بورتابل، يعني كي سيبورتي انه يتانستال بكاع لي سيستيم ديكسبلواتاسيون اوراكل، يعني ويندوز لينكس ماك او اس الى اخره. الوغ لافورماسيون الاولانيه خصنا يكون عندي سيستيم ديكسبلواتاسيون، وهذا السيستيم ديكسبلواتاسيون كيكون عنده خصنا نعرف لو نومبر ديال لو بيت، خصنا نعرف لو نومبر ديال لو بيت. اذا عندي ماشين مانستالي فيها سيستم ديكسبلواتاسيون، نفترضوا حنا اللي في لوكا ديالنا ويندوز، حنا ان شاء الله تعالى غنخدموا بسيستم ديكسبلواتاسيون ويندوز. الوغ اشنو هما لي بريغوكي اللي خصهم يكونوا في وسط هذا السيستم؟ اول حاجه خص يكون واحد ديسك دور، يعني يكون واحد ديسك واحد لا بارتي من ديسك دور ليبر. او موا لي جون تاع اوراكل كي ريكومونديو ان لا ماشين اللي بغيت انصرا فيها اوراكل او موا يكون فيها واحد واحد ديسك اللي فيه واحد او موا 5 جيجا ليبر، او موا 5 جيجا ليبر، يعني يا 5 او لا اكثر، 5 جيجا او لا اكثر. الوغ هذا فيما يتعلق بالنسبه للديسك. فيما يتعلق بالنسبه للميموار اوراكل كذلك يروكومونديو ان خص او موان تكون 30% نتاع لا ميموار فيفر او لا رام تكون ليبر، تكون ليبر. كيفاش زعما؟ يعني الا كنت انا مثلا كان عندي في البي سي نتاعي 1 جيجا ديال الميموار، خص يكون عندي 30% ليبر اللي هي 300 جيجا تقريبا، 300 جيجا عفوا عندي 1 جيجا خص تكون 300 ميجا ليبر، 300 ليغا ليبر، يعني 30%. ثم شيء اخر خص يكون عندي واحد ليسباس سواب، يكون عندي واحد ليسباس سواب اللي هو ليسباس سواب اون جينيرال هو لا بارتي ميموار اللي كاينه في الديسك ديور. اشنو هذا السواب بصفه عامه؟ هو انه لا ميموار دي فوا كيوقعوا شي مشاكل في الميموار كتعمر، ملي كتعمر الميموار الديسك ديور كيخلي واحد لا بارتي كيتحول الميموار، كتحول الميموار اللي هي كتسمى سواب. الوغ اذا هادو هما لي بري ريكو جلوبال، يعني بغض النظر على سيستم ديكسبلواتاسيون ولا حاجه، خاص يكون عندي سيستم ديكسبلواتاسيون فيه ديسك دور او موان 5 جيجا ليبر و 30% او موان 30% ليبر في لابارتي ميموار، يكون عندي واحد ليسباس ليبر نتاع سواب، نتاع سواب. الوغ دابا ندوزو لي بري ريكو اللي كنا بغينا نستعملو اوراكل في وسط لينكس. نقطة أخرى غنشوفها في الدرس اللي جاي إن شاء الله تعالى ولا اللي تابعو كتعلق باللانستالاسيون ديال اوراكل، راه نفس الامر اللي غنشوفو في وسط ويندوز كيتكرر كذلك بالنسبه للينكس، كيتكرر كذلك بالنسبه لكاع لي سيستيم ديكسبلواتاسيون. الو اول حاجه لي بريغوكي في وسط لينكس خص يكون عندنا اي يوزر افيك ان جروب دي بي. اول حاجه داك اليوزر اللي بغينا انستاليو به اوراكل خص يكون عنده لو جروب، خص يكون كاين في وسط لو جروب دي بي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو الدوسي او الدوسي تامب خص يكون خاوي فيه لو دوسي تومبوار فوسط لينكس اللي كاين في الريبرتوار سلاش تامب، خص يكون خاوي فيه او موا 500 ميجا، وخص يكون كذلك الباكيج كيرنل ما انستالي ويكون تكون لا سيكوريتي كيرنل، يعني خص يكون هاد ليتيليزاتور اللي غادي يخدم او اللي غادي انستالي اوراكل تكون عنده اكثر من 20% ديال السي بي يو، تكون عنده اكثر من 20% انه عنده الحق يتحكم في اكثر من 20% تاع البروسيسور، بروسيسور ميكرو بروسيسور. ثم خص يكون كذلك البروتوكول اكس باغ اكزومبل اكس ماناجر اللي غادي يجيري الانترفاس. الوغ هادو دي ديتاي، يعني حنا في لابارتي لينكس ما غاديش ندخلو فيها بزاف، مي غنحاولو نشوفو داكشي في وسط ويندوز، علما ان اون فوا هاد لي تخيك كاملو راه سي رابيد، سي رابيد. الوغ دابا ندوزو واحد لي نوت لي هما مهمين، حنا قلنا غنستخدمو لوكا، غنستخدمو لو سيستيم ديكسبلواتاسيون ويندوز وبالضبط ويندوز اكس بي، ما غاديش نستخدمو ويندوز سيرفر او لا هاد لي فيرسون جوج، غنستخدمو ويندوز اكس بي. الوغ في لوكا نتاع ويندوز خص يكون عندي ان يوزر ادمين،
يعني اليوزر اللي بنانستالي به اوراكل خص يكون ادمين، ماشي انا غنهضروا في لو كان تاع ماشي شي غول شي ايتيليزاتور اخر اللي ماتريبيو ليه لو غول ادمين. حيت كاين فرق بين واحد لو غول ادمين هو براسو ادمين، وفرق بين واحد ليتيليزاتور اللي مكري ومعطيه لو غول ادمين، اذا خص يكون هو في حد ذاته غول ادمين. الوغ ثم كاين واحد لا نوت غنهضروا عليها في لا بارتي براتيك. اذا اوراكل هادو هما لي بري ريكوي كاملين دا اوراكل. اذا سي سامبل، و اوراكل دير واحد لو بروغرام يعني قبل الانستالاسيون كي ديتيكتي واحد البروغرام كتلونسيه كي ديتيكتي واش كلشي هو هذاك، و الا كانوا سوا كيعطيك دي وورنين راه دي شوز سيميوت اي تغاتو، او لا كانوا دي زيرور غراف كيطلع لك او باغ اكزومبل مثلا الديسك ما كاينش الديسك كافي او الاخر كيطلع لك دي ميساج. اذا هادو فقط دي زانفورماسيون حنا نحاولوا نعقلوا عليهم، والا انه كاين هاد البروغرام كاين هاد لي طاب الاولى كتكون قبل الانستالاسيون اللي هي تشيك نتاع لي سيستم كتعطينا بالضبط شنو هو المشكل اللي كان هنا. اذا هادو هما لي بري ريكو نتاع اوراكل نتاع لا ماشين واليوزر اللي بغيت انستالا فيه اوراكل، وغنكتفي بهذا القدر هذا حتى الدرس اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.